فيما يتعلق بالجامعه العربيه التي تنتقل من القاهره مقر لها، او رد الفعل الرسمي من مصر الرسميه، او رد الفعل الشعبي من مصر الشعبيه فيما يتعلق بالجامعه العربيه ومقرها مصر. فقد اعلنت كما يعلم الجميع الدعوه لاجتماع عاجل على مستوى مجلس الجامعه العربيه يعقد اليوم على مستوى صور مبسوط، صور تسجيل الفيديو.